السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعدنا وشرفنا وجود الأستاذ الدكتور محمد الكهروت، أستاذ تخطيط العمراني في كلية الهندسة الجامعة الإسلامية بغزة، وباحث في مجال القدس والمستوطنات. وإن شاء الله هيكلمنا النهاردة عن محاضرة قيمة عن تاريخ القدس وفلسطين. فألف شكر لحضرتك يا دكتور، جزاكم الله كل خير. حياكم الله، جزاكم الله كل خير على التقديم، وشكرا للدعوة الكريمة لإتاحة الفرصة لي أن أتحدث عن بلدي وعن بلدنا جميعا، فلسطين ومصر رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، بيت المقدس، وبالخصوص بما تتعرض له فلسطين في وقتنا الحالي من احتلال واضطهاد وتفرقة عنصرية وصراعنا الطويل بين العرب والمسلمين من طرف والصهاينة من طرف آخر. أنا أعتز حقيقة بإخواننا المصريين وحبهم لأهل فلسطين ولفلسطين، أعتز كثيرا بهذه المحاضرة، وأوصل سلامنا جميعا في قطاع غزة بالذات إلى أهلنا في مصر جميعا، إلى نقابة المهندسين وإلى أريبيا، بيم أريبيا اسم المبادرة حضرتك، تمام يا دكتور، بيم أريبيا، وأشكركم على هذه المبادرة الطيبة. الحقيقة أبدأ كلمتي بأن مصر وفلسطين توأمان، يربطهما علاقة الدين والتاريخ والجغرافيا، غير ذلك علاقة دم ونسب. حقيقة إحنا أبناء سيدنا إبراهيم عليه السلام، سيدنا إسماعيل عليه السلام أبونا، وستنا هاجر هي مصرية، فأنتوا يا المصريين تطلعوا إخوان العرب، وهذا إحنا بنتشرف بإخواننا حقيقة. ندخل في الموضوع إن شاء الله رب العالمين. ملخص البحث أو الورقة التي أعددتها، بعد احتلال الجزء الشرقي من مدينة القدس عام 1967، اللي هي سنة 1967، عندما انهزمت الجيوش العربية أمام الاحتلال الصهيوني، وتم احتلال اللي هو مدينة القدس والضفة الغربية وقطاع غزة وشبه جزيرة سيناء المصرية، وكذلك الجولان السورية وجنوب لبنان. كانت يعني تسمى النكسة العربية آنذاك. تم توحيد شطري المدينة وإعلانها عاصمة للكيان الصهيوني، عاصمة موحدة. وبدأت مشاريع الاستيلاء والتوسع على حساب السكان العرب الفلسطينيين، وعزل الأحياء الفلسطينية ومحاصرتها بالمستوطنات اليهودية. طبعا تلا ذلك تهجير السكان منها وتغيير الواقع الديموغرافي للمدينة لصالح اليهود. والواقع الديموغرافي أخواننا وأخواتنا المستمعين قد تغير بالفعل، يعني عدد سكان العرب والمسلمين عند احتلال المدينة عام 67 كان النسبة 90% عرب و10% يهود. اليوم يعني عدد سكان اليهود أكثر قليلا من عدد سكان العرب. خلال الاحتلال من 67 إلى يومنا هذا تغيرت الواقع الديموغرافي للمدينة، وطبعا هذا عبر مراحل كثيرة من الانتهاكات والحروب والصراعات والهجمات على أحياء سكنية في مدينة القدس. هدفنا من هذه المحاضرة تسليط الضوء على الأهمية التاريخية والدينية لبيت المقدس، وطبعا مش فقط بيت المقدس هو المقدس، وإنما ربنا سبحانه وتعالى ذكر المسجد الأقصى بحرفية في سورة الإسراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. يعني بلاد الشام وما حولها من بلاد عربية، يعني منطقة الشرق الأوسط هي منطقة مباركة بإذن الله سبحانه وتعالى نسبة لبركة بيت المقدس. بدنا نسلط الضوء على الانتهاكات الاحتلالية الصهيونية المتمثلة في طرد الشعب وتهويد الأحياء والأماكن والمقدسات وما غيرها من ممارسات صهيونية. تشتهر فلسطين منذ فجر التاريخ بموروثها الثقافي والحضاري الغني بموجوداته ومقتنياته الأثرية. الحقيقة فلسطين شأنها شأن مصر، قديمة وضاربة في
زمان، ولها تاريخ، ولها مدن تاريخية ذكرت في آلاف السنين قبل الميلاد، مثل مدينة القدس مثلا عمرها 5000 سنة، فيها معالم دينية سواء مسيحية أو يهودية لا يوجد فيها، وإنما مسيحية ورومانية. وعندما فتحت بعهد سيدنا عمر بن الخطاب بالإسلام، المسجد الأقصى كان هو اللي يحمل يعني التاريخ العريق للحقبة الإسلامية. وخير شاهد على ذلك ما تميز به المدن والقرى الفلسطينية من بلدات قديمة وتاريخية، وما يوجد في قمم وسفوح جبالها ووديانها من آثار متفردة ومخلفات تراثية تعود إلى العصور الكنعانية اللي هي العربية الأصيلة، والرومانية والبيزنطية والحقبة الإسلامية أو الحقب الإسلامية المختلفة. من أشهر هذه المدن والمراكز في فلسطين القدس، نابلس، يافا، بيت لحم، الخليل، حيفا، كثير من القرى والمدن السبع اللي هي في جنوب فلسطين، أم الرشراش في جنوب فلسطين، وما تبقى من القرى والمواقع التاريخية الأخرى. تساهم المراكز التاريخية كمناطق عمرانية حضارية وحيوية كغيرها من المدن والأحياء الحديثة في النشاطات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. نعم، نعرف يا أخواننا المستمعين أن اليهود منذ احتلال فلسطين عام 1948 إلى يومنا هذا غيروا الكثير من أسماء المدن والقرى. لم تبقى المدن والقرى اللي أذكرت أنا، نابلس، القدس، يافا، بيت لحم، والخليل، في إعلامهم وأدبياتهم يذكرون أسماء تختلف عن هذه الأسماء. حتى عمليات التهويد طالت هذه المدن ومسميات المدن. أم دشراش مدينة أصيلة فلسطينية تقع في جنوب في خليج العقبة بحدود بين السعودية وبين، تقع في مثلث سيناء السعودية الأردن، وسموها إيلات. إيلات يعني تختلف كثيرا في المسمى عن أم دشراش. تل أبيب اللي هي العاصمة السياسية والاقتصادية للكيان تسمى، كانت تسمى عربيا تل الربيع، والكثير كنموذج أنا بتحدث، ولكن الكثير من هذه الممارسات. لقد ساعد عاملان أساسيان في تفرد فلسطين بتاريخها الثقافي والسياسي. أهم عاملين اثنين يجعل تاريخ فلسطين هو تاريخ جذاب ويقرأ ويسمع: الموقع الجغرافي لفلسطين حيث تتقاطع عنده القارات الثلاثة والحضارات المتعاقبة، وملتقى القوافل والطرق التجارية. يمكن درست التاريخ المنطقة، فلسطين مع سيناء مع مصر مع الشام، فلسطين هي في بؤرة الموقع، وبالتالي كانت هي عبارة عن، بسبب يعني جمال طبيعتها، بسبب تنوع تضاريسها، وبسبب وقوعها كشريط طويل على شاطئ البحر المتوسط وتشتهر بالميناء القديم اللي هو ميناء يافا، كانت فلسطين ممرا للجيوش الغازية والمتحاربة وبوابة العبور بين الشرق و الغرب. حتى في الصراعات الحديثة اللي هي الاستعمار الإنجليزي والفرنسي لما جاء على الشام، والإنجليز لما احتلوا مصر ثم الفرنسيين وهكذا، كانوا يمروا عبر فلسطين. يعني فلسطين هي عبارة عن بوابة للثقافات، ولا كل شيء كان يعبر فيها. العامل الثاني هو عامل ديني، فهي وطن للديانات السماوية، وهذا مهم جدا العامل، وللكثير من الأنبياء والصالحين. ف نحوها أمر سيدنا موسى عليه السلام بالتوجه من مصر عندما خرج من مصر وقصته مع فرعون، وربنا نجا من فرعون وجنوده، أمر أن يتوجه مع بني إسرائيل إلى فلسطين. ثم على أرضها ولد سيدنا عيسى المسيح عليه السلام، وإليها أسري سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الإسلام. إذن هي مهد ومهبط للديانات الثلاث. ثم جاء الصليبيون كغزاة حاقدين، ولهذا قامت الحروب الصليبية قديما، وقام التحالف الاستعماري الصهيوني المعاصر. أهمية دراسة التاريخ مهمة جدا. رئيس دولة فلسطين الراحل ياسر عرفات قال إن الشعوب مهما قسى عليها الظهر وامتد بها السير نحو الحرية والكرامة لا تشعر بوجودها إلا إذا أيقنت أنها وريث التاريخ له مكانة مرموقة بين الأمم،
ويبادر استمرار هويتها واستمرار كينونتها. هذا هو من وجهة نظر الرئيس الراحل ياسر عرفات. دراسة التاريخ مهمة جدا بالنسبة إحنا كعرب كمسلمين، وبالنسبة لنا كفلسطينيين أرضا كأرض محتلة. يضمن التاريخ والتراث بقاء الصلة بين الماضي والحاضر، وقيل من لا ماضي له لا حاضر له ولا مستقبل ينتظره. وأنتم مهندسون، يعني ربما اللي بيشتغلوا في التراث المعماري يعرفون قيمة هذه المقولة: من لا ماضي له لا حاضر له ولا مستقبل ينتظره. يعني الإخوة في مصر يستقون تاريخهم منذ قديم الزمان، منذ التراث القديم قبل الإسلام والحقبة الإسلامية والحقبة المملوكية وقاهرة المعز وإلى آخره. فجدير بنا أن ندرس تاريخنا حتى إيه، يعني يكون لنا ماضي ويكون لنا حاضر، ونتطلع إلى مستقبل بالنهضة والتقدم إن شاء الله. يعكس التاريخ والتراث الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي مضت بها المجتمعات الإنسانية، وكذلك يعكس علاقة الشعوب وأصالتها ومدى ارتباطها بالمكان. التطور التاريخي الآن فوت بالموضوع بشكل مباشر. يرجع تاريخ المدينة المقدسة، ولما أنا أتحدث عن القدس أتحدث عن فلسطين، ولكن أنا أخذت القدس كحالة دراسية لأنها العاصمة والمدينة العريقة والمدينة اللي لها أهمية تاريخية بشكل كبير. والصراع الأخير في غزة بين الاحتلال وغزة هو كان بسبب مدينة القدس والدفاع عن مدينة القدس. يرجع تاريخ المدينة المقدسة حسب تقدير بعض علماء الآثار 6000 سنة، كان يسكنها الكنعانيون واليابسيون اللي هم بطن من بطون يعني العربية من شبه جزيرة العرب. ثم توطن اليابوسيون في مدينة القدس وهم بطن من بطون الكنعانيون، خلع منهم يعني، وأطلقوا على المدينة اسم يابوس نسبة لليابوسيين. ثم جاء الملك ملكي صادق وسماها أورسال. ملكي صادق يابوسي أحد حكام الحقبة اليابوسية وسميت باسمه أور سالم. أور سالم معناته دار السلام. في عهد فرعون 1350 قبل الميلاد خرج بنو إسرائيل من مصر بقيادة النبي موسى عليه السلام، وأمرهم بدخول فلسطين، فعصوا الأمر، والقصة معروفة يعني في القرآن الكريم. فحكم عليهم الله بالتيه في صحراء سيناء 40 عاما، عقاب لهم. توفى موسى عليه السلام وعبر بنو إسرائيل نهر الأردن إلى فلسطين بقيادة يوشع بن نون، نبي آخر من أنبياء بني إسرائيل. عام 997 قبل الميلاد حكم النبي داود عليه السلام القدس، ثم تولى حكم بني إسرائيل بعده النبي سليمان ابنه. عام 963 قبل الميلاد وأعاد بناء المسجد الأقصى. ربما تسمعون في مصر وفي الأروقة الثقافية والتاريخية في مصر التاريخ المشوه للكيان أو إسرائيليات، إنه هيكل سليمان، شيء يسمى هيكل سليمان اللي بناه سيدنا سليمان وهو نبي من أنبياء الله، هو بنى المسجد الأقصى وليس هيكل. والهيكل ليس له معنى، وحتى التاريخيون أو الأثريون الإسرائيليون، العلماء والخبراء الإسرائيليون في مجال التاريخ والآثار، لم يثبتوا هذه المعلومة أن يوجد لسليمان هيكل، لحتى الآن يبحثون ولم يعثروا على أي أثر من هذه الأثر. وقد نشروا كثيرا في هذا المجال، لكن لا يوجد أي أثر لهيكل سليمان في مدينة القدس، وقالوا حتى حول مدينة القدس لا يوجد ذلك. دمرت مملكة بني إسرائيل عام 721 قبل الميلاد على يد الأشوريين، ثم زحف فرعون مصر إلى القدس عام 608 قبل الميلاد وتولى حكم فلسطين، ثم زحف ملك بابل ودمر القدس وسبى اليهود وأخذهم إلى بابل عام 586. وتقريبا في هذا العام انتهت مملكة بني إسرائيل في الأرض المقدسة. الآن الرومان احتلوها بقيادة هيرودوتس القدس. القدس وفلسطين طبعا ومنطقة الشام كلها، وأعادوا بنائها على طراز جديد وسميت المدينة إيليا كابيتولينا. وظل هذا الاسم يعني تحمل هذه المدينة إيليا، هو يعني إيليا كابيتولينا مسمى باللغة الرومانية القديمة مركز الشمس. وبقي هذا الاسم حتى جاء الفتح الإسلامي. بدأ التاريخ الإسلامي للمدينة برحلة الإسراء والمعراج للرسول صلى الله عليه وسلم،
وتم التأكيد على إسلاميتها بعد أن فتحها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عام 638 ميلادي، يعني قبل 1450 عاما تقريبا. سميت ببيت المقدس، وهذا المسمى الإسلامي للمدينة، وكان اسمها إيليا. إذا أكثر من اسم للمدينة، أورشليم ويبوس وإيليا كابتولينا والقدس وبيت المقدس حوالي خمس، زهرة المدائن حوالي خمس إلى ست أسماء. وأبرم الخليفة عمر اتفاق مع سكانها عرفت بالعهدة العمرية، والعهدة العمرية طلب النصارى بأن لا يساكنهم اليهود المدينة المقدسة. يعني هذا كان طلب من النصارى ووافق عليه سيدنا عمر ابن الخطاب. في العهد الإسلامي للمدينة غدت اللغة العربية السائدة في المدينة والثقافة الإسلامية، وتركت بصماتها الواضحة على العادات والتقاليد والقوانين والإدارة والعمران، واستمرت القدس تحت أو تحتل موقع المركز في فلسطين أيام الأمويين والعباسيين الأيوبيين المماليك العثمانيين، حتى أصبحت في عهد العثمانيين صندوقا مستقلا من مجموعة أربع صناديق في فلسطين. صندوق يعني معناته مقاطعة أو محافظة، يعني منطقة إدارية كبيرة من البلد. وفي عام 1863 تم تأسيس بلدية القدس التي أسهمت بتطوير المدينة عمرانيا، وكان فيها تنظيم الشوارع وحركة البناء وأنابيب مياه وصرف صحي وإنارة، يعني كان في تقدم عمراني يعني ملموس ومستمر في هذه المدينة، يعني تختلف أو تتقدم عن باقي المدن المحيطة بها. ثم جاء الاحتلال الصهيوني، والاحتلال الصهيوني تقريبا كان شبيه بالاحتلال الصليبي، عفوا الاحتلال الصليبي كان شبيه بالاحتلال الصهيوني، يدعون بأن القدس مسلوبة ويجب أن ترجع إلى الرومان أو المسيحية أو الأوروبيين، يعني تغريب لمدينة القدس. ولكن يسر الله سبحانه وتعالى في عهد الأيوبيين صلاح الدين الأيوبي، وحضر مدينة القدس واستعاد القدس بعد احتلال 88 عاما. تاريخ المعاصر بعد الحرب العالمية الأولى في عام 1917، وهنا بدأت المشاكل حقيقة. وقعت فلسطين تحت الاحتلال البريطاني، وتم إعلان القدس كعاصمة لفلسطين، كما أقيمت فيه الدوائر المركزية لسلطة الانتداب البريطاني. طبعا وعد بلفور ليس عليكم بعيدا، الانتداب البريطاني جاء بقرار من الأمم المتحدة أو عصبة الأمم، ما كانش أمم متحدة آنذاك، عصبة الأمم، بأنه تستلم بريطانيا فلسطين والأردن وتدير هذه البلاد. وثم أصدروا وعد بلفور في عام 1917 بأنه لليهود الحق بالرجوع إلى فلسطين ووطن قومي لهم وما شابه ذلك. وعد بلفور يعني معروف في كتب التاريخ. الآن في عام 1948 ساعد البريطانيين الصهاينة والعصابات الصهيونية احتلال فلسطين أو احتلال كثير من المناطق والبلدان والقرى الفلسطينية بعد طرد أهلها، وهذا سميت بالنكبة، النكبة الفلسطينية اللي حصلت عام 1948، حيث هجر حوالي 80 إلى 90% من سكان فلسطين من داخل الفلسطيني إلى خارج فلسطين، ذهبوا إلى قطاع غزة مليئة بالمستوطنات المخيمات اللاجئين، حوالي 8 مخيمات لاجئين وموجودة لحتى الآن في الضفة الغربية. هاجروا الفلسطينيين إلى مصر، استقبلت الآلاف منهم إلى سوريا إلى السعودية ثم إلى بلاد أوروبا، يعني يبحثون عن مأوى آمن. وتأسست دولة الكيان في عام 1948 حتى يعني على أرض تساوي 78% من أرض فلسطين كلها. لم يبقى من أرض فلسطين آنذاك تحت الإدارة المصرية القطاع غزة وتحت الإدارة الأردنية اللي هي الضفة الغربية فقط لا، وهذا لا يمثلون يعني 12 إلى 13% من مساحة فلسطين. وقد احتل الجزء الغربي من القدس كعاصمة الكيان الصهيوني، وظل الجزء الشرقي تحت السيادة الأردنية ليتابع للضفة الغربية.
ثم جاء 1967 كما قلنا، وأعادوا احتلال القدس والضفة الغربية وقطاع غزة وشبه جزيرة سيناء. طبعا مع كامب ديفيد استرجع المصريون شبه جزيرة سيناء باتفاقية كامب ديفيد اللي عملها الرئيس الراحل السادات، وبقيت قطاع غزة والضفة الغربية محتلة لغاية يومنا هذا. الأهمية الحضارية لمدينة القدس. أولا، ليش احنا بنهتم بمدينة القدس؟ وليش يعني احنا بنقول كعرب أو كفلسطينيين بنحاول يعني نروج لفكرة إنه يجب حماية المدينة سواء فلسطينيا، وإذا ما قدروش الفلسطينيين على مستوى عربي، وإذا ما قدروش العرب على مستوى إسلامي ودولي. حقيقة ليش؟ لأنها أهمية، إلها أهمية كبيرة جدا في نفوس المسلمين حتى في نفوس النصارى. أولا، مقر آمن للأنبياء والرسل، هذه من ناحية دينية. ربنا بيقول ونجيناه والوطن إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. نجيناه اللي هو يقصد سيدنا إبراهيم عليه السلام. عندما جاء سيدنا إبراهيم من العراق مطارد من قومه، وسيدنا لوط اللي هو ابن أخو سيدنا إبراهيم، سيدنا إبراهيم عم سيدنا لوط، هم كانوا مضطهدين في العراق ثم ذهبوا إلى فلسطين باحثين عن الأمن والأمان. طبعا استقبلوهم أهل فلسطين، ملكي صادق اليابوسيين استقبل سيدنا إبراهيم عليه السلام وبنى له سيدنا إبراهيم مكانا، ثم بنى شيئا في المسجد الأقصى ومدينة الخليل نسبة إلى إبراهيم الخليل، وفي مسجد يسمى المسجد الخليلي أو المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل، يقال أن سيدنا إبراهيم هو الذي بناه. لقد نجى الله سبحانه وتعالى سيدنا إبراهيم وابن أخيه لوطا إذ أمرهما بالتوجه إلى الشام وفلسطين ليقيما ويستقر فيها. القدس والشام أرض المحشر والمنشر حسب ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. يا نبي الله أفتنا في بيت المقدس، أحد الصحابيات تسمى ميمونة بنت سعد، أفتنا في بيت المقدس يا رسول الله. فقال أرض المحشر والمنشر، والحديث إيتوه فصلوا فيه، أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بأن نأتي هذا المسجد لنصلي فيه لأن الصلاة فيه مضاعفة بألف صلاة في أي مسجد آخر. أرض المصرى ومبارك فيه وما حولها، تحدثنا عن قصة الإسراء في سورة الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. بالنسبة لنا كمسلمين، سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وأسري به من الكعبة المشرفة إلى بيت المقدس إلى المسجد الأقصى، وهنا ربط عقدي بين يعني في العقيدة مربوطة ما بين شبه جزيرة العرب اللي هي الكعبة ومكة المشرفة ومدينة القدس المبارك فيها وما حولها. في هذه الآية تم ذكر المسجد الأقصى في بيت المقدس ذكرا صريحا في القرآن، لا يحتمل التأويل بأنه المكان الذي أسرى بنبيه العظيم صلى الله عليه وسلم. علاوة على ذكر مدينة القدس في القرآن الكريم والسنة النبوية عشرات المرات لما لها من فضائل في الإسلام، تم ذكرها 10 مرات، ليس هذه المرة الأولى التي ذكرت مدينة القدس. ذكرت في الأرض المباركة، ذكرت في الأرض التي باركنا حولها، ذكرت بيت المقدس، كثير من الأدلة الشرعية سواء في القرآن أو في السنة النبوية، وربما نأتي على السنة النبوية فيما بعد. وقد تعززت هذه المكانة العالية لبيت المقدس في عقيدة وذاكرة الأجيال المسلمة إلى قيام الساعة، لذا يجب على الأجيال الحفاظ على بيت المقدس والحيلولة دون محاولات الطمس والتزييف من خلال الصهاينة. المسجد الأقصى أولى القبلتين. إحنا بنعرف جميعا، درسنا جميعا في الكتب السيرة بأن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام كانوا يتوجهون في بداية دعوتهم وصلاتهم إلى بيت المقدس، إلى المسجد الأقصى، هو كان القبلة الأولى وليس إلى الكعبة، 16 شهر تقريبا حتى أمرهم الله سبحانه وتعالى بالتوجه إلى الكعبة المشرفة، وبعدين خلصوا من التوجه إلى بيت المقدس. إذا نسميها أولى القبلتين، والأجر الصلاة مضاعف فيه. أبو ذر الغفاري تذكرنا ونحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أيهما أفضل، أمسجد رسول الله أم بيت المقدس؟ فقال الرسول
صلاة في مسجدي أفضل من 4 صلوات فيه، ولنعم المصلى هو. تكملة الحديث مهمة جدا يا إخوة. ولا يشكن أن يكون للرجل مثل شطن فرسه من الأرض حيث يرى منه بيت المقدس خير له من الدنيا جميعا. شطن الفرس هو الحبل الفرس اللي بربط فيه الفارس فرسه، هو يعني متر، متر ونص، مترين مش أكثر يعني. وكأنه الرسول صلى الله عليه وسلم يشير إذا كان للإنسان قطعة أرض صغيرة، دكان أو حانوت أو مقهى بجوار المسجد الأقصى أو بيت صغير يرى في بيت المقدس منه، أفضل له من امتلاك الدنيا بما فيها. وهذا ربما يفسر سبب تشبث المسلمين ببيت المقدس. يعني بسأل، رب سائل يسأل، طب ليش بيت المقدس؟ ليش ما هو مسجد أي مسجد آخر يعني ممكن نروح؟ ليش مدينة القدس؟ ليش ليه إلى آخره؟ أهميتها الدينية والتاريخية تفرض على الإنسان صاحب العقيدة بأن يبقى هناك ويدافع ويذود عنها حتى لو ضحى بحياته. عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما فرغ سليمان بن داود ابن من بناء بيت المقدس. وهذا هو الشاهد بالحديث، سليمان بن داود لم يبني هيكلا كما يدعو الصهاينة، وإنما من بناء بيت المقدس. بيت المقدس اللي هي المدينة والمسجد وهكذا، لأن النبي لا يبني إلا مسجدا، لا يبني هيكلا أو معبدا آخر لا يعبد فيه غير الله، يعبد فيه غير الله سبحانه وتعالى. وإنما النبي هو داعي إلى الله سبحانه وتعالى وجاء برسالة التوحيد، لا يمكن أن يبني شيئا آخر غير مسجد. لذلك سأل ربه ثلاثا: حكما يصادف حكمه، وملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وألا يأتي إلى هذا المسجد. مسجد إيش؟ بيت المقدس. أحد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. إذن الصلاة في بيت المقدس هنا الشاهد هي نفسها كالصلاة في الكعبة أو الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وكأنه راح يحج الواحد. وربنا سيدنا سليمان دعا ربه أن يعني يطهره من الذنوب الذي يصلي هناك كيوم ولدته أمه. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أما اثنتان فقد أعطيهما، الدعوتين الأولى والثانية تم إعطاؤهما من الله سبحانه وتعالى، وأرجو أن يكون قد أعطي الثالثة. الرسول يرجو يعني يدعو، ودعاء الرسول مستجاب. إذن هذه هي القيم وكثير من القيم. ثالث المسجدين وإليه تشد الرحال، كما أنه ثالث المسجدين تشد الرحال إلى البيت الحرام، والمسجد النبوي يشد الرحال إلى بيت المقدس. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. معنى الحديث هذا أنه اللي بده، الذي يريد أن يضاعف حسناته وثوابه في الصلاة يرحل إلى 3 مساجد هذو. فيش مسجد آخر يضاعف فيه الصلاة. أي مسجد آخر في الدنيا جائز أن يصلي فيه الإنسان، أو يجب أو جائز أو مستحب، ولكن الصلاة بصلاة واحدة. بينما في المساجد الثلاثة هذول تضاعف الأجور في هذه الصلاة. هي المقصود لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم امتدح الطائفة اللي موجودة في المسجد الأقصى وحول المسجد الأقصى: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، من نوأهم وهم كالإناء بين الأكلة حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالشام، فإنها صفوة بلاد الله يسكنها خيرته من خلقه، فمن أبى فليلحق بيمينه أو بيمنه وليسقي من غدره، فإن الله تكفل لي بالشام وأهله. هذا برضو ثناء للشام وأهل الشام. أهمية تاريخية ورمزية: المسجد الأقصى اكتسب في تاريخه أهمية تاريخية ورمزية، وكذلك قيم رمزية بسبب الأحداث والشخصيات الاعتبارية التي ساهمت في تأسيسه وتطوره. فلما نقول أن الأنبياء بنوا المسجد الأقصى، هذا يظهر شرف عظيم للمسجد الأقصى عندما يبنى بيد نبي. لا يوجد خلاف أن بيت المقدس أقدم بقعة على الأرض بعد الكعبة، وعرفت عقيدة التوحيد أو عرفت عقيدة التوحيد، وأن المسافة الزمنية بينهما 40 عاما كما ذكر في الحديث الشريف.
أول حاجة بناه آدم، هناك خلاف تاريخي في أول من أسس بيت المقدس، هل هو آدم أو هو الملائكة أو شخص غير آخر، شخص آخر غير اللي هو آدم. فيجوز أن يكون ولده وضع بيت المقدس من بعده ب40 عاما، ابن آدم يعني. ويجوز أن تكون الملائكة أيضا بنته بعد بناء البيت الحرام بإذن الله سبحانه وتعالى. هذه نقطة خلاف في المراجع التاريخية والشرعية. ابن حجر قال أن أول من أسس المسجد الأقصى آدم عليه السلام، وقيل الملائكة، وقيل سام ابن نوح عليه السلام، وقيل يعقوب عليه السلام وابن إسحاق. وكذلك قد وجدت ما يشهد ويؤيد قول من قال أن آدم عليه السلام هو الذي أسس كلا المسجدين اللي هو الكعبة والمسجد الأقصى. ذكر ابن هشام في كتاب التيجان أن آدم لما بنى الكعبة أمره الله بالسير إلى بيت المقدس وأن يبنيه، فبناه ونسك فيه. السيوطي ذكر أن آدم هو الذي وضع المسجد الأقصى، وأن بناء إبراهيم وسليمان تجديد لما كان أسسه غيرهما. على أي حال، سواء أي من الروايات هذه صادقة، يعني يتضح لنا أن الأنبياء اهتموا ببناء المسجد الأقصى. بناء سيدنا إبراهيم، قد ذكر أكثر مفسرين أن نبي الله إبراهيم قد جدد بناء المسجد الأقصى وأقامه ليكون مسجدا للأمة المسلمة من أبنائه وذريته المؤمنين برسالته ودعوته، لأن سيدنا إبراهيم جعله الله سبحانه وتعالى للناس إماما. واستمرت إمامة المسجد الأقصى وبيت المقدس في إمامة الصالحين من ذرية إبراهيم عليه السلام. بناء سليمان كما ذكر الرسول والحديث اللي ذكرناه قبل قليل. ثاني بيت وضع للناس، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالم. ولكن ثاني بيت وضع للناس حسب الحديث الشريف، أبو ذر الغفاري يسأل الرسول أي بيت وضع للناس، قال البيت الحرام، المسجد الحرام. قال قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. كم بينهما؟ قال 40 عاما، ثم أينما أدركتك الصلاة فصلي فإن الفضل فيه. الفتح الإسلامي جاء سيدنا عمر في عام 636، بنى سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه الجامع القبلي، بناه كنوال المسجد الأقصى. وفي عهد الدولة الأموية رفع البناء وبنيت قبة الصخرة اللي موجودة لحتى الآن بجمالها ونسبها وألوانها وزخرفها. كما أعيد بناء الجامع القبلي، واستغرق هذا كله قرابة 30 عاما. وفي العصر العباسي تم ترميم وإعادة بناء أجزاء من المسجد الأقصى بعد تعرضه لهزة أرضية. بالنسبة للأهمية المعمارية والجمالية والفنية في بيت المقدس، ربما يعني يهتم بها المهندسون المعماريون المهتمون بالآثار والفنون الجميلة. لا أريد أن أسب كثيرا، ولكن أريد أن أنطلق إلى بعض الأمور. الفن الإسلامي يعني جميع الجهود التي بذلها العالم الإسلامي خلال 10 قرون على الأقل في التعبير عن الجمال وصنع الأشياء الفنية. فالمعمار المسلم عبر عن الفن الإسلامي في بيت المقدس في عمائر المسجد الأقصى، وعلى الخصوص في عمارة مسجد قبة الصخرة. هنا مجموعة من الصور لبشمهندسين وبشمهندسات يعني تبين قبة الصخرة بجمالها وألوانها وتناسب النسب وجدرانها ومداخلها، سيطرتها في المكان وهيمنتها. هذا كل قيم تضفي إلى المسجد الأقصى قيمة رائعة فنية ومعمارية. وأعطى الفنان المسلم حرية التعبير وحرية اختيار الموضوع في إطار النظام الإسلامي. طبعا النظام الإسلامي في العمارة نظام مرن، يعني مش مقيد المعماري بأن لا يقتبس من أي حضارة أخرى، وجائز في الإسلام أن نقتبس بما يعني يؤدي الغرض ويؤدي الفلسفة الإسلامية من البناء. كنا في أن قيم التفرد والنظرة والهيمنة. القبة الصخرة والمسجد الأقصى يقع أعلى جبل يسمى جبل موريا، حوالي يعني 850 إلى 900 متر فوق سطح البحر،
وهي تقريبا أعلى قمة في مدينة القدس. إذا يرى المسجد الأقصى من كل منطقة ومن كل جبل من مدينة القدس ومن محيط مدينة القدس. هذه قيمة تفرد ونظرة وهيمنة، يعني هذا المبنى نادر موجود في المنطقة ونادر حتى في العالم، لا يوجد مبنى بهذا الشكل يضاهيه في العالم. إيش عملوا الصهاينة؟ عملوا الصهاينة بدأوا يبنوا قباب بهذا الشكل، ويقتبسوا نفس الألوان تقريبا أو الألوان البيضاء ولكن نفس الحجم، ويضعوا المباني هذه بيسموها الكنس أو الكنائس، كنس معابد، يضعوها فوق قمم الجبال مقابل قبة الصخرة حتى تضاهي وتطمس قبة الصخرة من ناحية الندرة والتفرد. يعني هذه المحاولات، طبعا هي المسجد الأقصى، هي قبة الصخرة، وهي محيط مدينة القدس بأحراجها ومبانيها العتيقة والقديمة والأماكن السياحية والأماكن الخضراء اللي موجودة حول قبة الصخرة. واضح أن الهيمنة والسيطرة ولا مثيل لها ومتفردة في المكان. بالنسبة للأهمية السياسية والاجتماعية والاقتصادية، تتمثل القيم السياسية في الأحداث التاريخية والسياسية التي عاصرتها المدينة منذ نشأتها، من الفتح الإسلامي قبل الفتح الإسلامي، ثم الخلفاء المسلمين المتتالي اهتمامهم بها، الأموية في قصور أموية بجانب المسجد الأقصى، الخلفاء الأمويين كانوا يأتون كثيرا ويسكنون بجوار المسجد الأقصى في قصورهم، اهتموا الخلفاء الأيوبيين وخلفاء المماليك العثمانيين اهتموا كثيرا. الأحداث الاحتلال الصليبي جعلوا مثلا مركز صراع عالمي تقريبا في ذلك الزمان، واليوم الاحتلال الصهيوني أيضا، من لا يتحدث عن المسجد الأقصى في العالم كله؟ سواء صديق للقضية الفلسطينية أو عدو لها أو خصم لها، كلهم يتحدثون ويأتون بسيرة بذكر المسجد الأقصى. هذه نوع من التفرد في التاريخ والتفرد في القيم والأحداث السياسية. السياسات والانتهاكات الصهيونية تجاه المسجد الأقصى، هذا جزئية أخرى يا باشمهندسين من محاضرتي. أنا حاولت أبين يعني أهمية المسجد الأقصى وأهمية فلسطين وبلاد محيطها، والآن رغم هذه الأهمية كيف الصهاينة بيسووا فيها وبيعملوا فيها. منذ احتلال القدس لم تتوقف الصهاينة عن العمل المتواصل لطمس المعالم التاريخية للمدينة وتغيير جغرافيتها السكانية. وقلنا قد تغيرت الجغرافيا، يعني السكان العرب كانوا هم الكثير، يعني 90% من نسبة السكان قبل الاحتلال كان سكان عرب، و أقلية يهودية عائلات، وكانت تحترم نفسها بالمقابل، كانوا يعني يحسنون حسن الجوار قبل الاحتلال قبل 1948، ولكن بعد ذلك تغير الحال وأصبح السكان العرب هم الأقلية وهم المضطهدون ويطردون من بيوتهم. هدم وتعطيل كل بقعة شريفة وأثر خالد للمسلمين، وذلك ابتداء من المسجد الأقصى إلى مسجد قبة الصخرة، جرت فيه بعض أو كثير من المحاولات للتدنيس والاقتحامات، تسمعون بالأخبار والصحف يوميا، هنا مستوطن اقتحم، هنا عشرات المستوطنين اقتحموهما، هنا اعتقال، هنا قتل، هنا عملية، هنا كذا، هنا منع الصلاة، هنا منع الأذان أن يرفع في المسجد الأقصى، يوميا هذه الأحداث. حائط البراق مثلا يسموه حائط المبكى، تم تغييره من حائط البراق اللي له يحمل اسم تاريخي إسلامي براق، يأتي من الدابة التي يعني ركبها الرسول صلى الله عليه وسلم في رحلته الإسراء، سميت حائط المبكى نسبة إلى اليهود. استولوا على اليهود في قسم كبير منه إلى حي المغاربة الذي هدم بالكامل بجوار المسجد الأقصى مباشرة، إلى حفر الأنفاق تحت أساسات المقدسات الإسلامية، الأنفاق والحفريات كثيرة، وإلى طمس مقابر بعض الصحابة والصالحين، إلى تحويل المدارس الوقفية القديمة إلى مراكز السلطة الصهيونية، إلى إجلاء سكان القدس والاستيلاء على بيوتهم، إلى العمل على تفريغ القدس من جميع المؤسسات الإسلامية الخيرية والتعليمية والأهلية الداعمة للقضية، إلى العمل الجاد على تزييف تاريخ المدينة وإظهارها في المظهر اليهودي عبر آلاف السنين، إلى توسيع رقعة القدس الكبرى لتضم الأراضي التي استوطنها الصهاينة، مما يجعل القدس مدينة ذات أغلبية يهودية وأقلية مسلمة لا صوت لها ولا حق بعد أن فقدت النصير والإستقلال.
الظهير. الفكر الصهيوني العميق تجاه القدس. من الناحية الثانية بدنا بنفهم عدونا برضو جيد، إيش بفكروا نحو القدس وليش هم مهتمين أيضا. قيادي ثيودور هيرتزل مؤسس الحركة الصهيونية بقول إذا حصلنا يوما على القدس وكنت لا أزال حيا وقادرا على القيام بأي شيء فسوف أزيل كل شيء ليس مقدسا لدى اليهود فيها، وسوف أحرق الآثار التي مضت عليها القرون. يعني هذا رجل يتخصص بتدمير الآثار العربية والإسلامية اللي تمت بصلة بالشعب الفلسطيني والشعوب العربية والآثار اليهودية، إن كان هناك آثار يهودية طبعا فسيبقيها. ليش؟ لأنه بده يمحي ويطمس الآثار العربية. بن غوريون برضو أحد مؤسسين أول رئيس وزراء، بدون التفوق الروحي لم يكن شعبنا ليستطيع البقاء 2000 سنة في الشتاء، وأن لا معنى لبني إسرائيل بدون القدس ولا معنى للقدس من غير الهيكل. مؤسسين جادين، بدهم القدس عاصمة لإسرائيل وبدهم الهيكل في القدس. إذا تفرغت إسرائيل من القدس لا معنى لإسرائيل ولا معنى للقدس بالهيكل، بدون الهيكل. فالهافتيك بقول وزير الأديان الصهيوني سابقا يصرح أمام مؤتمر عقد لدراسة وضع الهيكل حضره المئات من حاخامات يهود العالم، فيقول لا يشك أحد أن الهدف النهائي لنا هو بناء الهيكل، وبالتالي بالعافية اليوم بدهم يبنوا الهيكل، سواء في هيكل أو ما فيش، بالظلم بالكذب بالصدق بدهم يبنوا الهيكل، لأنه هو سياسة مرموسة في أذهانهم. مناحم بيجن آمل أن يعاد بناء المعبد الهيكل في أقرب وقت وخلال فترة حياة هذا الجيل. طبعا الكنيسة كثير يناقش في مؤتمراته وفي جلساته يعني بأنه يكون في قرار لمنع المفاوضات بشأن تغيير في السيادة الإسرائيلية. في مراوغات كثيرة جدا، المفاوضات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل في عام بدأت 1991 في مدريد، ثم انتهت باتفاقية أوسلو في 1993، ثم جاءت السلطة في 1994. كانت شعار غزة أريحة أولا، يعني غزة ناخذها وأريحة أولا، ثم تستمر المفاوضات حتى تنتهي خلال 5 سنوات، تفضي بتكوين دولة فلسطينية وعاصمتها القدس. هكذا كان التوافق دوليا، ولكن 5 سنوات مضت، ثم خمسة، إلى يومنا هذا لم يأخذ الفلسطينيين شيئا، ولا أي كيان ولا أي حدود ولا أي عاصمة، والوضع يزيد سوءا طبعا بالمفاوضات. يناشد الكنيسة سكان الدولة والقادمين الجدد الاستيطان في القدس الكبرى في جميع أرجائها لضمان تطورها وسلامة سكانها واستقرارها الاقتصادي. هذا كله الاستيطان اليهودي في المدينة. بدأ الاستيطان حقيقة قبل تأسيس دولة الكيان في 1948، بدأ في 1918 حيث كان الانتداب البريطاني آنذاك. طبعا بتسهيلات من الانتداب البريطاني بدأت أول مستوطنة في مدينة القدس. ثم جاء الخطط الهيكلية العام 2000، موجودة لمن يريد أن يستزيد معلوماته، تفاصيلها كثيرة جدا، ولكن أهم شيء فيها أنه تحويل مدينة القدس إلى مدينة عملاقة كبيرة، يعني تستولي على المستوطنات حول مدينة القدس، ويصبح مساحتها ما بين هو اليوم 125 كيلومتر مربع، هتصبح مساحتها حوالي 650 كيلومتر مربع، يعني 3 أضعاف المساحة اليوم. يعني مدينة عملاقة زي أي مدينة أوروبية مثل القاهرة ممكن تكون بهذه المساحة أو أكبر شوية. يعني شوف كديش القاهرة مساحتها أو إسكندرية، بدها تكون مدينة القدس مساحة كبيرة بهذا الشكل. ليش؟ لاستيعاب مستوطنين جدد في هذه المدينة، ليصل سكانها 950 ألف نسمة، 70% منها سكان يهود أو مستوطنين يهود، و30% سكان عرب فلسطينية، يعني نسبة 70 إلى 30، 30 أقلية بالنسبة للـ70. الخطة الهيكلية عملوها في عام 2000 المفروض تنتهي في عام 2020، حتى بسموها 2020. انتهت هذه الخطة وتقريبا تم تنفيذ 70% إلى 80% من ما جاء بها من تفاصيل،
ولكن توسيع المدينة لم يتم، عملوا جدار فصل عنصري حول المدينة، يعني عزلوا المجمعات أو التجمعات العربية الفلسطينية عن المستوطنات الصهيونية. فالتجمعات العربية وين الأحياء السكنية الفلسطينية أصبحت جيتوز، يعني أنظمة أو مناطق حضرية معزولة. إذا ما يريد الإنسان أن يتنقل من مكان إلى آخر فيحتاج إلى ساعات طويلة، وعبر الحدود وعبر الممرات الأمنية وعبر الحواجز الأمنية، يمكن حاجز أو اثنين أو ثلاثة أو عشرة هو ونصيبه. يعني بده يروح في مدارس كثيرة يا إخوة يا باش مهندسين وباش مهندسات، واحد بيودي ابنه على مدارس يعني حياته طول اليوم بروح على المدرسة، بده يغيب له 4 5 ساعات بوديه من الصبح، لما يجي له يرجع لابنه بعد نص الليل او الساعه 10 او الساعه 8 او الساعه 7 المساء. يعني هذه حياتهم، المعاناه اليوميه في القدس وفي الضفه الغربيه. الحواجز العسكريه اللي موجوده هناك شيء يعني لا تطاق، بسبب الحواجز الكثيره وبسبب جدار الفصل العنصري اللي بنوه بين المدن. تقطعت اوصال الضفه، نابلس منقطعه ومنفصلة عن جنين، جنين منفصلة، نابلس منفصلة عن الخليل، منفصلة عن بيت لحم، القدس عن محيطها العربي والإسلامي منفصلة تماما. وهذا هو الحال الصعب في الضفة الغربية وفي فلسطين. في مشروع آخر يسمى مشروع وجهة القدس، ملامحه أنه كل المباني القديمة والأثرية سواء كانت إسلامية أو رومانية، لأن في آثار رومانية هناك، كنائس ومعابد ومساجد قديمة، كل هذه يعني بيزيلوها أول بأول في خطة متكاملة مترابطة ومتدحرجة، بيزيلوها أول بأول وبيبنوا بدالها مباني وأبراج على النمط الغربي والمعماري الغربي. يعني تغيير وجهة المدينة من أثرها الإسلامي حتى إذا الإنسان ما نظر إلى المدينة المقدسة لا يرى فيها أي أثر أو أي تاريخ أو أي عمق تاريخي أثري إسلامي، وكلها حداثة وكلها لوحات زجاجية مثلا، وجهات زجاجية وكل حداثة جديدة. نشوف هنا مثلا هذا هو الحوض اللي بيسموه منطقة الحوض المقدس، اللي هو هذا يجب أن منطقة واسعة حول البلدة القديمة الحمراء، هذه هي البلدة القديمة، وشمال البلدة القديمة اللي هو منطقة الشيخ جراح اللي صارت الحرب عشانه، وفي منطقة تانية الجنوب بسموها مدينة داود، هم بسموها احنا بنسميها مدينة سلوان. هذه كلها يجب تفريقها بالنسبة لهم من العرب والمسلمين لإلحاقها بالبلدة القديمة. هنا يوجد المسجد الأقصى في البلدة القديمة، بما في ذلك الجبال اللي حولها، جبل الطور والزيتون وسكوبيوس جبل المكبل في الجنوب، هنا كل هذه المناطق عربية المفروض أنه تتحول إلى ساحات ومناطق خضراء يعني فارغة من السكان، يعني تفريغ من السكان ثم إحلال مستوطنين جدد. هنا المناطق الزرقاء هذه بدها تكون مناطق يعني يهودية صهيونية بحتة، مناطق الزرقاء هنا كلها مناطق عربية يجب تفريغها من سكانها، وطبعا عبر خطة متدحرجة مثل ما قلنا، وتفريغها وتحويلها إلى مناطق إسرائيلية صهيونية. طمس التراث المعماري وتحريف وتزييف الحقائق، احنا على قريب من الانتهاء ان شاء الله. سعت دولة الاحتلال الى طمس التراث الفلسطيني وتزييف، قلنا انه تغيير ملامحه ويعني كتابة الاسماء، تغيير الاسماء بين مثلا شارع صلاح الدين بتغير مثلا، بدهم مش شيء اسمه صلاح الدين، بتغير الى نصوص توراتية وكتابة قيادات صهيونية حول هذه الاسماء. تغيير أسماء وتكوينات معمارية إلى مسميات معمارية، يمكن أنا بدي أعرض هنا جدول تم تسميته، هذا هو الجدول، كثير من المناطق أو بعضها تم تسميتهم. الاسم العربي الأصيل حائط البراق، بجوب الأقصى مباشرة الناحية الغربية سموه حائط المبكى، جبل بيت المقدس أو جبل موريا، هذه تسمية رومانية، جبل موريا سموه جبل الهيكل، منطقة سلوان مدينة داوود سموها، منطقة سلوان اللي هو جنوب المسجد الأقصى سموها مدينة داوود، المصلى المرواني اللي هو تسوية في المسجد الأقصى تحت المصلى القبلي في البودروم تحت
سموه اسطبلات سليمان، وسليمان ما كان له اسطبلات أصلا، اسطبل يعني بحط فيه خيول. البلدة القديمة ومحيطها سموها الحوض المقدس. مدينة القدس برمتها سموها القدس الكبرى أو القدس الموحدة. والآن يعني حديثا في قرار في الكنيسة أنه كلمة القدس يشيلوها يسموها أورشليم فقط. الناس كانوا يسموها أورشليم القدس، اليوم كلمة القدس لازمة وبدهم يسموها أورشليم فقط على أساس أنه تسمية يهودية بحتة. حارس المغاربة سموها الحي اليهودي. حارس المغاربة، هذه المغاربة أصلهم المغرب العربي من الجزائر، أيام صلاح الدين حاربوا وجاهدوا لتحرير بيت المقدس مع صلاح الدين، فسكنوا بجوار المسجد الأقصى في حارة سميت حارة المغاربة. دمروها اليهود بعد الاحتلال مباشرة في عام 67 وأسكنوها اليهود وسموها حي اليهود. ليش طيب؟ قالوا إنه التراث المغاربي هذا قبل 1000 سنة بدنا نمحيه من ذاكرة الأجيال. لا يوجد شيء اسمه مغاربة وحاربوا مع صلاح الدين، ولا يوجد شيء اسمه منبر صلاح الدين في داخل المسجد الأقصى، لذلك حرقوا منبر صلاح الدين حتى صلاح الدين وحرر القدس، لذلك يجب الأثر هذا أن يحرق من ذاكرة الذاكرة الجمعية للأجيال. هكذا يفكرون يعني. جبل المكبر سموه نوث ناتسيون، جبل المشهد سكوبس يعني الفرنسيين في قبة سماها قبة فرنسية، هار هاتسوفيم، وادي الرباب غاي هانو، وهكذا عين سلوان إلي حكراي أخوة يهو شفاط، يعني أسماء عبرية. حي الساهرة، حي أصيل في شمال مدينة القدس سموه هيرودوس، إلى آخره. هي الجدول موجود والكثير من التسميات الغريبة. شوف هذا العلم الصهيوني، وهذا الشمعدان رمز من رموز يعني الصهاينة، الشمعدان والعلم. وهذا البيت لا هو يهودي ولا يسكن صهاينة ولا يمتلك صهاينة، وإنما بجوار المسجد الأقصى مباشرة. هذا البيت هو بجوار بيت المسجد الأقصى مباشرة، بيت تقليدي قديم أثري يسكنه يعني عائلة فلسطينية منذ قديم الزمان. تم طردها هذه العائلة أو عائلتين وشراؤها استيلاء عليها من العائلة بعد طردها، ورفعوا العلم وهذا. وبالمناسبة من الذي قام بذلك؟ شارون بنفسه، رئيس الوزراء السابق شارون، أرائيل شارون اللي كان رئيس وزراء إسرائيل. طبعا أصيب بمرض وجلس في المستشفى 10 سنوات أو أكثر ثم مات. هذا هو بيت يسمى بيت شارون، حتى الاسم مش بيت العائلة الفلسطينية، يسمى بيت شارون. هذا بجوار 50 متر بعيدا عن المسجد الأقصى. هنا صورة لكنيس الخراب كنموذج، بدي أوريكم يا باش مهندسين ومهندسات، كنموذج كنيس يسمى كنيس الخراب للصهاينة، تم بناؤه على أنقاض مسجد، لم يبقى من المسجد إلا المأذنة حتى يعني يعتصر الإنسان حسرة، يعني لو شالوا المأذنة كان شالوا الأثر كله، ولكن بده يمر الإنسان المسلم. كان هنا مسجد، والدليل على ذلك في مأذنة، وباقي المسجد راح، حطوا بداله كنيسة. هذا في القدس بجوار المسجد الأقصى أيضا بعيد 80 متر في الحي ما يسمى بالحي اليهودي. هذا يسمى كنيس الخراب، قبة تضاهي قبة الصخرة. هي قبة الصخرة من أولى غرب شوي لشرق شوية من ده اتجاه الشرق، هذه غرب هيك تضاهي قبة الصخرة، ربما بنفس الحجم بنفس النسب ولكن اللون يختلف. فأصبح الفضاء السماوي لقبة الصخرة لا يمتلئ بقبة الصخرة فقط، وإنما يمتلئ بقبب أخرى مثل كنيس الخراب. وبالمناسبة يوجد 50 كنيس بهذا الشكل محيط بالمسجد الأقصى، وكأنهم كواكب ونجوم حول القمر، هيك هكذا يعني ممكن نشوفهم. القمر لوحده كواكب ونجوم يعني يفتت النظر إلى القمر. فهنا فكر الصهيوني بأن التفتيت المركزية وتشتيت التفرد والقيم التفرد والنظرة التي تتمتع بها اللي هو قبة الصخرة. طبعا كثير من الانتهاكات هنا، مدرسة تنكيزية أصبحت كنيس نور القدس اليهودي ومقر أمني، هي هذه المدرسة
أصبحت هكذا، وهذا بجوار، هي جوار المسجد الأقصى، هو هذا حائط البراق اللي سموه حائط المغاربة، وهذه التلة تسمى تلة المغاربة، يصعد الإنسان إلى باب البراق أو باب المغاربة. هنا المدرسة التنكيزية، يعني إلى حقبة تاريخية أيوبية سابقة، كانت تستخدم تحفيظ قرآن كريم ودار دعوة وما شابه ذلك، إلى كنيس يهودي ونور القدس يسمى ومقر أمني للنظر إلى المسجد الأقصى. هذا هو كنيس جوهرة إسرائيل، أيضا أحد المباني اللي بجوار المسجد الأقصى. وفي النهاية 5 دقائق الحفريات، حفر حول الحفريات، هذه الخطوط كلها سواء الزرقاء أو الملونة أو الحمراء كلها، وهذه القباب، هذه النقاط، هذه كل هذه عبارة عن أماكن وعيون للأنفاق التي يعني تكون تحت المسجد الأقصى وبجوار المسجد الأقصى، هدفها السيطرة المكانية من جدران المسجد الأقصى، من أسفل المسجد الأقصى إلى فضاء المسجد الأقصى. لا يكتفوا بالسيطرة الفضائية حول المسجد الأقصى، وإنما يريدون أن يعني في البدرم تحت أو في الأنفاق 20 إلى 30 متر تحت الأرض، وطبعا للسياحة وهزهزة وخلخلة الأساسات المسجد الأقصى، ينوون إلى هدم المسجد الأقصى، فيما لو فعلوهم يعني عندهم تكنولوجيا يفتعلون زلزال مصطنع لكي يهدموا المسجد الأقصى، ويقول هدم بزلزال، ولكن هذه مفتعلة. طبعا بنشوف أساسات المسجد الأقصى وعمدة المسجد الأقصى نتيجة لهذه الحفريات أصبحت تتشقق، هذه صور حية، كل يوم بزيد التشققات هذه. هنا بعض الأنماط اللي هو الغرف اللي موجودة نتيجة للحفريات والأنفاق، هنا بيعملوا معارض وفيديو ومكان للزوار وطقوس تلمودية ويستقبلون الزوار من الخارج. أنا أوصي أستنتج أولا بأنه فلسطين ومدينة القدس وبيت المقدس لها تاريخ ولها آثار عريقة تتمتع كباقي دول المنطقة مثل مصر والعراق وبلاد الرافدين بتاريخ عريق، منطقة واحدة، يجب الحفاظ على المسجد الأقصى والمقدسات العربية والإسلامية، يجب الانتباه إلى ما يجري بالمسجد الأقصى وما حول المسجد الأقصى، الدعم المالي، الدعم الثقافي، الدعم المعنوي مطلوب جدا من إخواننا العرب والمسلمين في كل بقاع الأرض، من يستطيع إلى ذلك سبيلا. أوصي بتأسيس مرصد ثقافي خاص بمدينة القدس ورفع وتسجيل وتوثيق كل المعالم المعمارية والأثرية من خلال باحثين ومختصين مثل أفضالكم، اهتماماتكم ومبادرتكم الكريمة أرجو أن يعني تستمر إن شاء الله، وإحنا إن شاء الله معكم جاهزين في أي مساعدة. تفعيل القانون الدولي لحماية الموروث الثقافي من الإجراءات الصهيونية وتعزيز دور اليونسكو ودعم صمود الشعب المقدسي الفلسطيني في البقاع والتشبث ببيوتهم وعرضهم ودعم مشاريع ترميم المباني اللي بتم تدميرها من قبل الاحتلال. وأوصي أيضا كنقابة مهندسين عندكم تدريس مادة خاصة في المدارس والجامعات للتعريف بالقدس والأهمية الثقافية والدينية والأثرية للقدس. أشكركم على الحضور والاستماع، جزاكم الله كل خير، وأنا جاهز لأي أسئلة أو مداخلات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله كل خير يا دكتور على المحاضرة القيمة ولفت الانتباه لموضوع سيطرة الاحتلال أو محاولته السيطرة على بعض أجزاء القدس، والتوصيات اللي حضرتك عملتها يا ريت كلنا في كل الدول العربية نشتغل عليها إن شاء الله. أستأذنك نفتح باب الأسئلة لو حد حابب يسأل. تفضل، حياكم الله، تفضل. لو في حد عنده أي سؤال من السادة الحضور، ممكن أي سؤال أو مداخلة أو إضافة أو ما شابه، تمام. استفسار أو أي شيء، إحنا جاهزين. في الأخ حسين،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ حسين، تفضل. حضرتك أسعدتنا بالمحاضرة الجميلة دي الحقيقة، ومشتاقين إن إحنا نسمع كتير عن القدس وعن يعني يعني أولى القبلتين، وربنا يبارك فيك كده ويجزيك كل خير، ونعمل إن شاء الله إن إحنا تشرفنا بلقاءات تانية الحقيقة. إن شاء الله. أنا ليا يعني إيه سؤال، ما هوش سياسي ولا يعني في يعني مزيج ما بين الإدارة وما بين ال 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 اللي سمعناه النهارده. يعني كده إحنا دلوقتي إحنا مطلوب مننا إن إحنا بقدر الإمكان إن إحنا نقدر يعني إيه نحافظ على 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 الباقيه من التراث اللي موجود في 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 القدس او في اي حتى مكان تاني. حتى خلينا نتكلم على القدس بس كده، بتاعت اقرا بس في حاجه اسمها يعني سوت اناليسيس، يعني في في يعني كاداره. اولا هل في استراتيجيه اصلا عربيه او اسلاميه او الى اخره لهذا الموضوع للمحافظة على ما نحن فيه الآن، أو في اتفاقات معينة للمحافظة ومواجهة هذا الكلام؟ ده أول سؤال. السؤال الثاني، ودي والله الكلام ده بيراودني والله بقالي مدة، يعني إن إحنا المفروض يبقى عارفين قوتنا وقوة اللي قدامنا، يعني في سوات أناليسيس اللي هو السترينث القوة والضعف والاوبورتيونيتيز والثريتس يعني التهديدات والفرص والتهديدات. هل احنا ممكن مش عايز اقول يعني كطرف، لا كطرف موجود هتكلم على ان احنا جوه القدس، يعني ما هي اوجه القوه اللي عندنا واوجه الضعف اللي عندنا وايه الفرص اللي قدامنا وايه الاوبورتيونيتيز اللي قدامنا، بحيث ان احنا نقدر ان احنا نعمل خطه استراتيجيه. انا مش بقول نهاجم ولا نضرب ولا نموت ولا نعمل الكلام اللي هو الاعلامي اللي ملوش لازمه، لا يعني بكلم كلام علمي. ايه اوجه القوه اللي عندنا اللي احنا نقدر ان احنا نحافظ على ما نحن فيه او نحافظ على تراثنا ونحافظ على حاجتنا، وايه اوجه الضعف اللي هي اللي بتتسبب في ان احنا دلوقتي يعني. طبعا خلي بالك من حاجه، ده برضو انا شاكر جدا وبعتز بالشعب الفلسطيني، ودي ده في كل مناسبه بقول هذا الكلام. الشعب الفلسطيني هو للاسف هو الحامي للعالم كله. مش عايز اخش كلام في السياسه، يعني الشعب الفلسطيني جزاه الله خيرا بيحمي العالم كله من الاهداف بتاعه الصهاينه يعني. نعم. يعني انا يعني معلش ده وجهه نظر شخصيه من واحد عنده دلوقتي 73 74 سنه ومتربيين يعني في عربتنا باسلامنا بنفخر بيها. الله يعطيك الصحه يا رب. عشان نحدد السؤال بقى، السؤال الاولاني هل في اوريدي في تخطيط معين بحيث ان هو في له استراتيجيه ان انا اقدر اوقف او اقلل ما يحدث من تجاوز او ما احنا بنسميه تجاوز طبعا. والنقطه الثانيه، هل في نقدر نعمل تحليل اللي هو الصوت اناليز ان انا اعرف مصدر قوتنا وضعفنا فين والفرص اللي قدامنا فين والتهديدات اللي قدامنا فين؟ يعني يبقى في نوع من التحليل العلمي ايه ممكن يتعمل بحيث يبقى في خطه يعني ايه واضحه وخطه استراتيجيه واضحه نبقى بنتحرك عليها وما نشتغلش عليها، ما يبقاش كل تصرفاتنا فعلا برد فعل. واخد بالك؟ هل في هذا الكلام؟ نعم. معلش انا اسف ان انا خلطت برضه ما بين الاداره وما بين الواقع، بس يعني فهل هذا الكلام ايه راي حضرتك فيه؟ هل ممكن يتعمل او ممكن نحن واضح؟ نعم. ايوه يا فندم. شكرا استاذ حسين على المداخله وعلى الاستفسار، وحقيقه انا يعني استشف واجد حرص شديد من اخواننا المصريين والمحاضرين وحضرتك ايضا بحرصه على القضية الفلسطينية وعلى التراث الثقافي والتراث المعماري والحضارة الإسلامية في فلسطين والقدس. ودليل ذلك أنك سألت أنه يجب تحديد نقاط القوة والضعف لسوت، اللي هو القوة
نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص والتهديدات اللي موجودة عندنا. الحقيقة في منطقتنا العربية والإسلامية يوجد نقاط ضعف صحيح، ولكن مقابلها يوجد نقاط قوة كبيرة ويوجد فرص كبيرة جدا. إحنا يعني كشعر الصين إحنا رأس حربة كما ذكرت، أنت دارس الموضوع جيدا أستاذ حسين. إحنا كرأس حربة لأنه إحنا أصحاب الأرض اللي انطردنا منها، وإحنا أصحاب القضية، أصحاب الألم المباشر. الألم منتشر بين إخوتنا العرب أيضا، لأنه يبكون دما على شعب فلسطين لأنه إخوتهم الفلسطينيين، وهذا هو المؤمل والمطلوب من الإخوة في الجانب العربي والإسلامي. مصادر القوة، مصادر الضعف إنه الدول العربية نوعا ما مفككة. أنت بتكاش تفوت في السياسة، ولكن هي السياسة زي الأكل والشرب عندنا، يعني مفككة. كل إنسان يشتغل سياسته الخاصة به وهذا من حقه، ولكن الشعب الفلسطيني إن يحتاج العربية تقوى. الصراع كان صراع إسلامي صهيوني، انتقل إلى صراع عربي صهيوني، الآن إلى فلسطيني صهيوني. وحتى الفلسطيني والصهيوني لم يبقى، يعني بداخل الفلسطينيين في انقسام. لذلك احنا اذا عدتنا اللحمه، عدنا اللحمه زي سابق عهدنا انه وحده عربيه اسلاميه كامله، وكل انسان زي الاخوه، مصلحه فلسطين ومصلحه فلسطين هي مصلحه بلاد الشام، اعتقد هذه مصدر قوه لنا كبيره. وانت بتعرف في حرب 73 اخر اللي قامت فيها مصر والشام لما اتحدوا العرب، انت تعرف تذكر الحرب، انت كبير السن وتذكر الحرب هذيك، صح ولا لا؟ أنا كنت ضابط في الجيش أيام. ما شاء الله، انت علم. فانت شوف ال 48 ايش سوينا، وفي ال 67، لكن في ال 73 لو توحدوا العرب مره واحده في التاريخ يتوحدوا، يعني انتصرنا. وكان نصر ساحق يعني ماشي، واستعدنا سيناء، واستعدنا اللي هو خطب الليل دمرناه، واستعدنا القناه المحاضره، ما شاء الله. فهي الوحده، هي نموذج رائع جدا. الان الحرب الاخيره هذه كمان في كانت نوعا من الوحده، وحده جماهير بين الضفه وغزه، الارض الداخل انت شفت ارض الرمله واللد اللي بيسموا حاله اصل الصهاينه. الصهاينه من 48 في ظلوا عرب عندهم، يسموهم فلسطينيو الداخل او عرب الداخل. ظنوا الصهاينه اليهود بانه هذول معهم جنسيه اسرائيليه، ومحصل حاصل انهم يهود زينا زيهم. واذا السحر ينقلب على الساحل، لا مش هيك تفكيرهم، كان خاطئ. لا، العرب قاموا ودافعوا عن قضيه فلسطين وقضيه القدس، واثروا في ذلك، اثروا في المواقف الاسرائيليه. لذلك لم تدم الحرب الا 11 يوم، وقف الحرب بوساطه مصريه ايضا ووساطه عربيه. وبالتالي عندما يتحرك العرب، العرب دول عظمى انا بعتبرها، العرب مع شعوبها، مع انه نوايا فيها، هذه قوة، هذه مصادر قوة كبيرة جدا. الاوبورتيونيتيز اللي عندنا اللي هو الفرص، الفرص موجودة. يعني مصادر الضعف عند اليهود، بين اليهود أكثر بكثير من مصادر الضعف عندي. اليهود لا يحتملون إلا حرب واحدة عسكرية ينهزموا فيها للعلم. إذا انهزموا مرة واحدة بالنسبة للأبد. إحنا يا العرب دول كثيرة وشعوب كثيرة، ممكن نتحمل هزيمة وتنتين وثلاثة، ولكن نحن باقون على المبدأ، باقون على الأرض. صحيح انهزمنا احنا، ولكن بقول بقول بقول. لذلك هذا هو مصدر القوة، التصميم، الإرادة، العقيدة الإسلامية. وأنت أخي مسلم، العقيدة الإسلامية تدعوك إلى بذل النفيس والغالي في سبيل المقدسات، حتى لو يعني استشهد الإنسان ما هو بيدخل الجنة. هذه مصدر قوة ولا مصدر يا أستاذ حسين؟ مصدر قوة. هم يحرصون على حياة، ربنا سبحانه وتعالى بيقول عنهم: ولتجدنهم احرص الناس على حياه نكره، اي حياه برضو فيها. ولكن انت كمسلم ما بدكش اي حياه الا الحياه الكريمه، صح ولا لا يا استاذ حسين؟ هذه مصدر قوه بالنسبه لنا، واكيد انتم تعرفون ذلك جيدا. بالنسبه لسؤالك الثاني، هو نفس السؤال تقريبا، مصادر قوه وضعف وفرص. الفرص جايه ان شاء الله. احنا نتامل كثيرا بعد الله سبحانه وتعالى في الشعوب العربيه، في الوعي، الوعي العربي اصبح مش زي زمان حقيقه، اقوى بكثير. الندوات هذه والمحاضرات ومبادراتكم الطيبه اللي انتم دعتونا الها، واحنا جاهزين للتعامل معكم، حقيقه لها اثر بالغ، بالذات على فئه المهندسين المثقفين،
واكيد كل مهندس وراه يمكن مجموعه مهندسين هو يقودها ولا عائلات وما شابه ذلك، واكيد في ندوات ثانيه وثالثه. اكيد يعني موضوع القدس عندكم لم يغيب لحظه واحده، هذا مصدر قوه وليس مصدر ضعف. لذلك احنا مدركين انه المحيط العربي والاسلامي في وقتنا الحاضر ليس كسابقه كفي ايام الخمسينات والستينات والسبعينات اللي هي الحروب اللي انهزمنا فيها متتاليه وصار بعض الياس واصاب العرب التشرد والتصدم. لا، لا هجره بعد ال 48. شفت حد هاجر من اهل فلسطين بعد ال 48؟ لا. شوف غزه حد هاجر منها، غزه حاشت 10 اربع حروب. والمعبر كان يغلق احيانا، كان يفتح احيانا، لم احد يترك في غزه. يا بموت يا بتم طيب. ليش؟ لانه الموضوع تغير، وين بدنا نروح؟ وين؟ وهكذا. كذلك الضفه فيها احداث. لذلك احنا نثق بالله سبحانه وتعالى وبنصره. في مقوله يمكن انت ضابط في الجيش، اذا انت بتعرف المقوله اللي بدي احكي لك اياها بتعلمها. اذا القوي لم ينتصر ايش بيسوي فيه؟ فقد انهزم، صح ولا لا يا عبد الضابط؟ ايوه. لا المهندس يعني مهندس. نعم. مهندس يعني. ايوه ما شاء الله. إذا الضعيف لم ينهزم فمعناته انتصر. احنا باعتبار ضعفاء محتلين، بينما القوي هم اسرائيل، هم المغلين الصداره ومحتلين ارضنا ومسكين الامور كذا، لكن لم ينتصروا في المعركه. ايوه بس ما حققوا شيء. انا ما حققوا شيء. نعم. انا في نقطه بس عاوز اضيفها، ودي نقطه غايبه عن الناس كلها من هو لاخرها. المنطقه العربيه ليست الهدف. يعني دي احنا لو احنا ك ك معلش انا اسف والله، انا لا يعني لا ما احبش السياسه واقراها عمى من 68 وانا بتكلم فيها، بس النهارده احنا مش ما حدش فاهم الصهاينه. الصهاينه ما هماش جايين علشان يستولوا على العالم العربي. الصهاينه جايين يحكموا العالم كله من عاصمه من النيل للفرات. فدول بيعادوا العالم كله وعارفين يشتغلوا بيه كويس قوي. فالمفروض ان الصهاينه الصهيونيه دي عدوه للانسانيه، مش للمسلمين ولا للعرب ولا 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 ولا. فازاي احنا مش بقول انا مش بتكلم عليا كمسلم، الحمد لله انا مسلم واحد بالله وكلنا ملتزمين وحافظين الصلوات المسيحيه بالعربي وبالفرنساوي، يعني ما عندناش اي مشكله لا عرقيه، وكان معانا يهود المدارس زمان. اللي انا بقوله حاجه، ازاي ما نقدرش احنا ك ك ك ك ك كجو محيط ان احنا نظهر حقيقه الصهاينه. الصهاينه ليسوا مش موجودين عشان يحتلوا القدس ولا يحتلوا المنطقه العربيه، هم موجودين ياخدوا نيل فرات والعاصمه بتاعتهم بحكم العالم كله، والكل يبقى الجنيم عندهم. ما ده طب كيف لم ننجح الى الان؟ ماشي، هو سؤال فيه سياسه برضه للاسف. للاسف. انا اكره السياسه واكره التعامل بيها والكلام ده، يعني ايه ما احبهاش. لكن كيف لم ننجح؟ يعني دي انا بعتقد ان دي نقطه قوه المفروض نعمل عليها. صحيح. مش لحرب حد، هو القضاء على حد، كل واحد من حقه يعيش، والسيف اصدق انباء من الكتب لما يبقى الموضوع في خلاف. بس كيف لم ننجح احنا كاهل المنطقه ان احنا نظهر للعالم ان القضيه ليست قضيه عرب وصهاينه او اسلام ويهود. الاسلام ليس له اعداء في اي حته، لا يهودي ولا مسيحي ولا هنوذي ولا كده، ملوش عدو. الاسلام بيدعي دعوه وملوش اعداء، يعني هو ما عندوش اعداء مع حد، مع اي انسان. فازاي كيف لم ننجح الى الان في كل الكلام اللي فاتنا بنقوله ان هنظهر حقيقه ان الكيان الصهيوني ده ضد الانسانيه، مش ضد المنطقه العربيه ولا الى اخره. معلش انا اسف ان انا بطول عليك، بس انا والله انا يعني بقى لي مده بيؤرقني هذا الكلام، وسعيد جدا بلقاء حضرتك وكلامك، وبتمنى ان يبقى في تعاون مستمر في اتجاه فني علمي، مش سياسي، مش سياسي، مش سياسي. ما يعني نعم نعم اشكرك شكرا جزيلا. باختصار شديد يجب ان نعمل سويا على المستوى الاعلامي، على المستوى السياسي، على المستوى الثقافي، المثقفون لهم دور، المستوى الجماهير، جماهيرنا العربيه والاسلاميه لها دور. وانا معك انه يجب ان نظهر الوجه السيء للصهاينه، احنا مش ضد اليهود صحيح، واحنا ما فيش بيننا وبين المسيحيه واليهود اي عداء يعني سياسي او ما شابه ذلك، احنا ضد المحتل، بيحتل بلادنا بدنا نطرده منها، وبدنا ناخذ حقوقنا، اخذنا حقوقنا منه خلاص انتهت القصه.
فهي كل القصة يعني. وبالتالي احنا بيننا وبين الصهاينة هو صراع سياسي على وطن محتل ومؤامرات تحاك ضد الشعوب العربية والإسلامية. هي هيك طبيعة الصراع. وبالتالي إذا والله يوم من الأيام تحررنا وأخذنا حقوقنا كاملة غير منقوصة، إحنا واليهود والمسيحية وهذا إحنا كنا عبيد الله سبحانه وتعالى، وربنا اللي بحاسبنا يوم القيامة. هذا هي الفلسفة اللي بدها تكون على المستوى الإعلامي، على المستوى الثقافي، على المستوى الرأي العام الثقافي والاجتماعي. أخليك جزاك الله خير يا حضرتك، سعداء جدا وبنشكر الله يبارك كل فيك. الجماعه ديم اريبيا على حضرتك الجميله دي. شكرا يا فندم. تسلم تسلم، الله يكرمك، بارك الله فيك. في سؤال من المهندس عمر عبد العزيز بيسأل عن لو في مراجع أو في ترشيحات على السوشيال ميديا ممكن نعرف منها معلومات أكتر. إن شاء الله هبعت لك يا دكتور عمر على الواتساب أو على الماسنجر كثير من المراجع، وبدكم الدراسة هذه هي موجودة، ببعث لكم إياها بي دي اف إن شاء الله، هي نفسها هذه إن شاء الله. جزاكم الله كل خير يا دكتور. وإذا كان بدكم مراجع أخرى أو يعني أبحاث وأوراق عمل أخرى بنفس الموضوع، في عندي أنا بجمعهم ببعث لك إياها وأنت بتوزع يا دكتور عمر. الله يكرمك يا دكتور، جزاكم الله كل خير. طيب ابعت. انت سجلت سجلت المحاضرة؟ المحاضرة ابعتها لحضرتك على طول ان شاء الله. ابعت لي التسجيل تبع، الله يكرمك. يا بإذن الله يا دكتور. طيب تسلم. في سؤال بيسأل دلوقتي إسرائيل بتحاول تجمل الصورة بتاعتها، فبتاخد منطقة مثلا لصناعية وحرفيين بسيطة وعايزة تحولها ل منطقة صناعية بأقوى طرق وإنتل وحاجات يعني تجذب الغرب، فاحنا ايه اللي احنا ممكن نعمل حاجة تكون قوية؟ يعني هم عايزين يعملوا وادي السيليكون في منطقة ياخدوها ويبدأوا يشتغلوا عليها. تمام، انا شفتها على الخريطة، شفت المنطقة الصناعية دي، فهل في إمكانية ان احنا نعمل زي مسابقة ثقافية او عمل يكون قوي ردا للي هم بيعملوه؟ احنا استاذ عمر يعني مستوى المثقفين واساتذه الجامعات كل سنه في مسابقه تسمى مسابقه القرى الفلسطينيه المهدمه او المهجره، في مشروع من بريطانيا بيجينا طبعا، جاليه الفلسطينيه اللي هناك تقدم لطلاب خريجين من هندسه المعماريه وهندسات اخرى ايش القرى الفلسطينية، نختار قرية فلسطينية مهجرة ونعاود إعادة تخطيطها ونقصها قديما وكيف صارت وكيف وضعها. وهذا كان يساعد كثيرا على، وكثير الفلسطينيين يعني بيشتركوا فيها وبينجحوا وبفوزوا في المسابقة، يعني في مكسب مادي ولكن الهدف اللي هو مكسب المعنوي اللي هو نشر قضيتنا كيف كانت وكيف ان شاء الله رؤيتنا تكون في المستقبل، تخطيط المستقبل وكيف سكانها، ونعمل خطه عمل لرجوع سكانها الاصليين اللي هم الفلسطينيين التي تم طردها منها. طبعا في دراسات، بس احنا في وضع احتلال، هم طالما هم موجودين على الارض، التكنولوجيا والمطارات والحدود كله هم مسيطرين عليه، يعني لا نستطيع الا ان يعني نسير في خط الدفاع عن الناس إلى غاية ما نأخذ حقوقنا ويصير لنا دولة وعاصمة كشأننا، وبعدين ننطلق إن شاء الله رب العالمين. أما إحنا تحت الاحتلال يا دكتور عمر، صعب اللي تتحدث عن نعمل منطقة صناعية زيهم ونعمل يعني حاجات فخمة وللعالم وإشي. المنطقة الصناعية اللي بدهم يعملوها على أراضي عربية مسروقة، ما هي إحنا بنعرف الكلام مظبوط هذا. مظبوط تمام يا دكتور. على أراضي عربية فلسطينية بطلوها منهم بعمل منطقة صناعية. نحن عملنا وقدمنا للعالم نماذج تكنولوجيا والى اخره ما ينفع الناس. الحقيقه لا، الحقيقه انه لو نقص، طب المصنع هذا هل بيحق لك انك تاخذ قطعه ارض لغيرك وتبني عليه مصنع وتبيعه للناس؟ ما بصير. اكيد لا. ما بصير. تمام يا دكتور، جزاكم الله كل خير. حياك الله، الله يكرمك. اكرمك. في حد عنده اي اسئله للدكتور محمد؟ في حد بيسأل هل ممكن نعرف سريعا جدا موضوع زي أحداث باب العمود والشيخ جراح
وصولا بسلوان وغضنفر. باب العمود والشيخ جراح قصة واحدة تقريبا، لها أكثر من محور. الشيخ جراح منطقة عربية يسكنها الفلسطينيون، حوالي يعني 28 إلى 30 عائلة، يعني عدد سكانها مجرد 500 شخص، مش كتار، إلا أنه قديم من أيام قبل الاحتلال، أيام الانتداب البريطاني قبل الانتداب يسكنها الفلسطينيون. الآن جاءوا على أساس أنها بعيدة عن المسجد الأقصى بمقدار 300 متر فقط، يعني 300 مش إشي، بدهم يضيفوها لمنطقة المسجد الأقصى عشان يستولوا من خلالها على المسجد الأقصى ويمنعوا العرب والمسلمين يجي يصلوا في المسجد الأقصى. يعني كل هدفه، حتى في سلوان وغضنفر وغيره، سلوان جنوب المسجد الأقصى وشيخ جراح شمال المسجد الأقصى، والمنطقة الغربية من المسجد الأقصى هي حارة اليهود كما ذكرت، بدل حارة المغاربة سموها حارة اليهود. الآن يعني محيط المسجد الأقصى بدهم يخلوه يهودي بحت، يعني يفرغوه من المسلمين ويفرغوه من النصارى، بدهم يخلوه إيش؟ يهودي بحت، عشان يسيطروا على المسجد الأقصى، يبطلوا الناس يجوا على المسجد الأقصى إيش؟ يصلوا. طالما في ناس بيجوا بيصلوا معناته ضد أو مخالف لمشروعهم اللي هو التقسيم الزماني والمكاني والاستيلاء على المسجد الأقصى وتحويله إلى هيكل سليمان أو هدمه وبناء الهيكل بداله. هذا هو فكرتهم المركزية، مسجد الأقصى عبارة عن هيكل سليمان يجب أن يزول ونبني الهيكل بداله، والمحيط العربي تبعه يجب أن يفرغ من سكانه ويستبدل بداله حي يهودي عشان نحفظه ما يرجعوش العرب حوله. هذا الشيخ جراح في الشمال تمت الحرب عشانها، لأنه استنجدوا أهل فلسطين وقالوا يعني احنا في خطر وهيك، وكان في موعد محدد لتفريغ البيوت، يعني إذا ما طلعوش لحالهم العرب بتيجي هالجرافات ثاني يوم وبيطردوهم بجلف المنطقة برمتها والعرب فيها أو تطلعوا، ما شابه ذلك. من كثر المأساة اللي بعيشوا فيها أهل القدس بيبعت الجيش الإسرائيلي رسالة معاونة بجيش الدفاع الإسرائيلي، أو رسالة من جيش الدفاع الإسرائيلي: يجب عليك أن تخلو بيتك وتهدمه بيدك ليوم كذا، بيعطوه موعد أسبوع أسبوعين، وإذا لم يحصل ذلك، إذا أنت يا مواطن ما هدمتش بيتك بإيدك، شوف المأساة دكتور عمر، شوف المأساة، الواحد اللي بنى بيته طول حياته بيبني فيه لمرته وأولاده وعيلته وبزوج أولاده فيه وكذا، يعني المأوى الوحيد والآمن اللي موجود هو البيت، بده يبني يهده بايده هيك هكذا بدهم منه، او اذا ما هدتوش ببيتك بنفسك بنبعت شركه تهده لك وانت بتدفع اجار الهدم. برضه مساء اخرى، فشيء لا يطاق. عشان هيك يعني رفضوا السكان العرب المسلمين والنصارى، رفضوا انه يخرجوا، رفضوا ينصاعوا الى هذه الاوامر، فصارت الحرب، صارت الحرب. هذا هو باختصار، هذا الكلام ينطبق على الشيخ جراح وعلى منطقة سلوان وغضنفر ومحيط المسجد الأقصى بشكل كامل. كل ما بتسمع خبر من هنا هناك، هذا هو الأصل، إنهم بدهم يطردوا السكان من ويفرغوا محيط المسجد الأقصى من المحيط العربي ويخلوه محيط يهودي كله، عشان إيش؟ يعني ما يضلش المسجد الأقصى. إن تمام شاء الله دكتور. واضح؟ اه واضح دكتور. طب بالنسبة للبنات اللي بيتم هدمها، ازاي نقدر نساعد في اللي بيحصل حاجة مثلا زي منطقة سلوان مثلا او غزة؟ ازاي الناس تقدر تشارك او تتعاون في البناء مرة أخرى؟ والله في مؤسسات عربية ودولية وإسلامية، في كثير من المؤسسات وبيوت زكاة وإلى آخره، يجب البحث عنها. أنا ما فيش عندي فكرة بالضبط، أما إذا كان يعني على الخاص نبعث لك بعض الأمور، ولكن في إلا يكون في إن شاء الله يعني في طرق يبعثوا، بس قديش بعوضوا؟ وبعدين هي المشكلة مش فقط البيت، ثمن البيت، المشكلة وجوده بجانب المسجد الأقصى لا يعوض. هنا المشكلة، إذا خرج المواطن الفلسطيني من بجوار المسجد الأقصى ويروح على منطقة بعيدة نائية، هاي اللي بدهم إياه، هم اللي بدهم اليهود، يفرق. طب كيف بدنا نعوض وجوده وجيرته للمسجد الأقصى؟ هي الجيرة، هذه المسجد الأقصى هي التي لا تعوض بكل الأثمان في الدنيا. البيت ممكن نلاقي ناس يدعموا من الكويت، من قطر، السعودية، مؤسسات خيرية، أهالي، هيك حضرتك بتسأل،
الا تكون في ناس، ولكن جيره المسجد الاقصى كيف بدنا نعوضها؟ عشان هيك بتثبت الانسان في بيته، ولو هدم على راسه بقول لك انا بدي اموت شهيد، بطلعش الكثير منهم بهذا الشكل. ربنا ان شاء الله ان شاء عشان الله. هيك بتسمعوا الرابطين بناموا، المرابطين بيناموا في المسجد الاقصى ما بيغادروش، بيعملوا شفتات، يعني انت 8 ساعات بيبني بعديه بكمل 8 ساعات بيجي هذا الكسمين حالهم شفتات. يعني المسجد الاقصى لا يغادر من الناس، بفرغش من الناس المرابطين. بيجيبوا لهم اكل وشرب وبعيشوا هناك وكذا، وبيقتحموا المستوطنين عليهم احيانا، ويقتل واحد يجرح ياخذوا سجن كذا. المهم بس دائما دائما في عراك مستمر في المسجد الاقصى لهذه الاسباب. بدنا دعواتكم، دعواتكم الصبر، نصر ساعة، نصر صبر ساعة إن شاء الله. ان شاء الله ربنا، يعني الواحد الصراحه بيتعجب من من صبر المرابطين هناك. يعني الله. زميل ليا بتكلم معاه، بتصل بيه، هو اصلا من غزه، فبتصل بيه بقول له ايه اخباركم وكده، فبيقول لي بقاله تقريبا اسبوع ساعه الاحداث ما اعرفش اخبار عن اهله، بس قال لي يعني مش مشكله، يعني فدا المسجد الاقصى اهله كلهم، وكان بيتمنى ان هو يكون في وسط الضرب دوت والحاجات ديت. يعني ربنا ينصر المرابطين، وجزاكم الله كل خير يا دكتور، ويعني ان شاء الله النصر قادم لها محاله باذن الله، وان شاء الله دعواتكم يكون لينا شرف زياره المسجد الاقصى باذن الله بعد جلال الاحتلال باذن الله. إن وجزاكم شاء الله، إن شاء الله. جزاك الله كل خير، الله جزاكم يكرمك الله كل خير ويبارك. دكتور. الله يكرمك دكتور، شكرا جزيلا، تسلم الف شكر، تسلم تمام، تسلم، الله يكرمك. السلام عليكم. أبشر، سلام.